هيك انت شو عم تعمل؟ كريم. قلت كريمات بالسوق؟ هالكريم للبشرة. ما هي أكتر كريمات موجودة، كيف بدك تفوت هالسوق هاد وتنافس كبار الشركات؟ شو جنيت أنت؟ كلهم مي وسكر. دوق. نعم؟ خود دوق وشوف إنه كلهم مي وسكر. بتعرف إنه هدول الاستخدام الخارجي فقط صح؟ بالضبط، لأنه ما بدهم إياك تعرف الحقيقة. لا يا مجنون، الله يقرفك. صار الوقت لنعمل منتجات صادقة مع البشر. هاد الكريم اللي حيرجع البشرة 10 سنين لورا. وعمين حتجربه؟ أخوك الصغير. كيف هاي؟ جديدة والله، وما أصلاً الأطفال بشرتهم صافية. مشان ورجي إنه الكريم تبعي حتى البشرة الصافية بيرجعها أصفى 10 سنين لورا. ماني مرتاح للموضوع. لازم تفدي العلم ويكون لك بصمة. تعال تعال فوت فوت، هاي جبت لك يا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. حبيبي خذ هاي الكريم اعطيها. ثلاثة، 2، 1. ليش ما صار شيء؟ لازم نستنى 3 ثواني. ليش اختفى؟ نجاح، نجاح. شو اني اجدب؟ كيف ما خطط عبالي؟ الكريم بيرجع 10 سنين لورا؟ بس جبت ولد عمره 10 سنين، 10 ناس 10 0، يعني حيختفي. يعجبني فيك ذكائك. كنت بتعرف من اول ما قلت لي.